صفر مقابل صفر بين مونوكورا ويدادي. اللاعب في قطر على اعتبار الكره الشاب هي احد المدافعين الشابين من الاعاده العمليه كلها ربما غادي يشاهدوا العمليتين خمسه في تشجع لها اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي والهدف وكان سموك فريق الوداد على هذه المحاوله ديال اللاعب في قطر ما كنظنش انه في ضربه الجزاء لكن مجهود كبير لاشرف بن شرقي ممتاز يا اشرف الوداديين تشرق من جديد ويعودون ردة الفعل السريعة واحد الواحد كيف كانت وليد الكاسي مرر تمشي عند نصير يوقف كوتو يرفع كذلك محمد وناجم هذه خطيرة يمشي أشرف هو جول أشرف بن شرقي يسجل وتصبح النتيجة 1-1 لسه بقول لحضراتكم خطر جدا محمد ولكن